السلام عليكم. المعركة العسكرية والاقتصادية التي تدور في اللحظة اليمنية الراهنة تحمل مؤشرات كثيرة، من بينها أن وتيرة استعادة الدولة في مفتتح عام 2017 تمضي أسرع من أي وقت مضى. يقول مراقبون عسكريون إن المعركة الواسعة التي تدور في الساحل الغربي في ذباب على وجه التحديد تحوي متغيرات كثيرة، كونها تقترب من معركة التحرير الشاملة نحو المخا. كان أحد الذين دشنوا تلك المعركة في ذباب القائد عمر سعيد الصبيحي شهيد الوطنية اليمنية الذي قضى نحبه في الصفوف الأمامية لمعركة تحرير الساحل الغربي. على الصعيد الاقتصادي، أكد رئيس الوزراء أحمد بن دغر تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، وبشر الجميع بانتهاء أزمة انعدام السيولة النقدية، وتعهد بصرف المرتبات كاملة في كل محافظات البلاد. وفي الوقت ذاته طالب بن دغر الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية وتسهيل عمل البنك المركزي من العاصمة المؤقتة عدن ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد. حول هذه المستجدات سيكون نقاش حلقتنا من المساء اليمني. نبدأ النقاش بعد متابعة هذا التقرير. خطوات حثيثة وجادة نحو استعادة الدولة، هذا ما تقوله مستجدات اللحظة الراهنة على أكثر من جانب، وعلى المستوى العسكري والاقتصادي على وجه التحديد. على الجانب العسكري، تبدو معركة الساحل الغربي التي بدأت بشكل واسع ومستمر يخوض خلالها الجيش الوطني واحدة من أهم معاركه العسكرية. بحسب مراقبين عسكريين، فإن النتائج المترتبة على تلك المواجهات سيكون لها علاقة بمعركة التحرير الشامل ومعركة تعز بشكل خاص، ناهيك عن قطع خطوط تهريب السلاح بحراً. المعارك الدائرة عند تخوم صعدة أسفرت عن تحرير قوات الجيش للطريق الرابط بين المحافظة والجوف بحسب إعلان محافظ صعدة هادي طرشان. لم تتوقف المعركة على الحرب في جبهات القتال، ففي الجانب المتصل بمعركة السياسة يحضر الجانب الاقتصادي بتحول لافت في سياق معركة استعادة الدولة، حيث يأتي تأكيد رئيس الوزراء الدكتور أحمد عبيد بن دغر تغلب الحكومة على كل العقبات المتعلقة بطباعة العملة الوطنية، مبشراً الجميع بانتهاء أزمة السيولة النقدية التي اختلقتها ميليشيا الحوثي والمخلوع، مطالباً في الوقت ذات الميليشيا الانقلابية برفع اليد عن الموارد الوطنية وتسهيل عمل البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن ليتمكن من القيام بدوره على نحو شامل في كل أنحاء البلاد. وبحسب قوله، فإن الحكومة لن تتمكن من القيام بدورها الكامل إلا بتوحيد مركز الإيرادات والنفقات ومركز الموازنة العامة للدولة التي عاثت الميليشيا فيها فساداً. ويرى خبراء اقتصاديون بأن استعادة الدولة اقتصادياً وانعاش حركة الاقتصاد والدورة المالية بحسب وعود الحكومة من شأنه أن يعيد ثقة المودعين بالنظام المالي للدولة، وهذا بدوره سيحد من أزمة السيولة إذا ما تم تعزيز وتوحيد إرادة الدولة إلى المركز المالي في العاصمة المؤقتة عدن. إذا أجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام، وأرحب بمن انضم لي الآن الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي من عدن. مساء الخير أستاذ محمد. اهلا يا مساء الانوار. اهلا بكم استاذ محمد. اشرت في كتابات لك الى اهميه تسليم الرواتب لجميع الموظفين والمواطنين، يعني ممن هم على مسؤوليه الدوله في جميع التراب اليمني، وان الحكومه مسؤوله عن ذلك. بن دغر تحدث ان الحكومه متعهده بتسليم هذه الرواتب. بدايه، برايك هل هي قادره على فعل ذلك؟ طبعا هي قادره طالما وقد وصلت الاموال بالعمله اليمنيه الى البنك المركزي بهذا المبلغ الكبير 2 مليار يعني 200 مليار ريال يمني، فبالتاكيد تستطيع ان تدفعها وليس لشهر واحد وانما لعده اشهر، يعني لا توجد مشكله من حيث وجود السيوله. طيب هل ستكون قادر على فعل ذلك بشكل مستدام؟ نعم، دعني أقول لك إذا استمرت الأمور على ما هي عليه الآن من تحرك حكومي جاد نحو استعادة الدولة من جميع أطرافها، لا بطريق الحرب فقط وإنما عن طريق الطريق الاقتصادي الذي هو الأهم في هذه المعركة، ونعلم جميعا ما الذي جناه قرار نقل البنك المركزي في عدن على الحوثيين وميليشيا الانقلاب في صالح، حيث لم تخرج مظاهرات في عموم محافظات الجمهوريه مثل ما خرجت في صنعاء وقفات احتجاجيه في المؤسسات وان كانت على نطاق
يعني الوحدات الإدارية للدولة والمؤسسات الإيرادية كلها يعني خرجت كما لم تخرج صنعاء من قبل، وضجت مواقع التواصل الاجتماعي بالحملات والمطالبات بالرواتب، ويستطيع الكاتب أو المؤلف أو الباحث أن يجمع مجلدات من النكت السياسية التي تحدثت عن الرواتب. في هذا الموضوع نستطيع أن نقول أن الحكومة الآن خطت خطوات جادة أكثر من الجانب العسكري في الجانب الاقتصادي، وهو بنقل البنك، طباعة العملة، حل مشكلة السيولة في هذا الجانب، وهي الآن تسعى إلى جلب موارد أخرى غير مسألة طبع النقود التي تقدر ب 400 مليار ريال، وذلك عن طريق بدء تأمين خطوط النقل البترول، والذي هو مجمد حتى الآن اليمن تنتج في أدنى مستوياتها أكثر من 100 ألف برميل بترول. باعتقادي أن الحكومة الآن وخاصة في معركة بيحان وتأمين الطريق من مارب إلى شبوة وأبيار علي في بالحاف، أنها تهدف إلى إعادة تصدير النفط من طريق آخر غير طريق رأس عيسى، وهذا في تصوري يؤمن للدولة موارد كبيرة جدا وبالعملة الصعبة، ويستطيع وبالتالي تستطيع الحكومة أن توفر لجميع موظفي الجهاز الإداري للدولة، عسكري ومدني. طيب الآن ما هي الكيفية والإجراءات التي يعني ستحد من قدرة الحوثيين على التحكم ب يعني عيش ومقدار المواطن، مقدرة المواطن على الاستكمال العيشي من الناحية الاقتصادية، خاصة أن بندغر دعا الحوثيين على توقف على إيقاف عملية التحكم بهذه الموارد وترك الأمر للحكومة الشرعية؟ في الحقيقة أخي الكريم، نحن لا نستطيع أن نقول مثلا أن الحكومة ستشترط على الموظفين استلام رواتبهم مثلا من مأرب أو من عدن كما فعل الحوثيون عندما اضطروا الكثير من المواطنين في الفترة السابقة للذهاب إلى صنعاء، ولو كانوا حتى من المهرة أو من مناطق بعيدة، لاستلام رواتبهم من صنعاء. أعتقد أن الحكومة يعني أرحم بكثير من ميليشيا الانقلاب، وبالتالي فستكون الإجراءات مما يقرب المواطن من راتبه ويبعده عن تحكم ميليشيا الحوثي. هناك لا تزال قاعدة البيانات بأيديهم، والدولة أيضا لديها نسخة أخرى، ولا أعتقد أن هذا يعني يشكل عامل كبير جدا في هذا الموضوع، لكن ربما تبحث الحكومة في هذا الوقت عن أوجه تعاون من أجل مصلحة المواطن. نحن جميعا نعلم حرص صاحب البيت على بيته وأولاده والأنفس التي يعولها، وبالتالي فهو يسعى بهذه الدعوة التي وجهها بندغر، وكانت يعني دعوة صادقة للحوثيين لكي يمدوا يد العون من أجل إيصال الأموال إلى المواطنين، وبالتالي وجه أيضا بتوحيد وصول الموارد إلى البنك المركزي في عدن، وذلك لكي تستطيع الدولة أيضا أن تفي بالتزاماتها تجاه هؤلاء المواطنين. وهذه بنظري خطوات قوية وحقيقية، وتستطيع الحكومة أن توصل الرواتب للمواطنين. بالتالي إذا سألنا عن الإمكانيات، فهناك فروع البنك المركزي وفروع البريد وفروع شركات خاصة، وكذلك أيضا الطريقة التي يختارها المواطن، ولكن تسبق ذلك إجراءات. وإذا سمح لي وقتات أن أوضح أنه لابد أيضا من تطبيق نظام البصمة، وأعتقد أن الحكومة لن تتخلى عن هذا الإجراء في الوقت الحالي، وذلك لأنها تريد أيضا أن تخفف من العبء الذي تشكله قوائم الأسماء الوهمية والمزدوجة والغير موجودة في سجلات كشوفات الرواتب سواء في الجانب العسكري أو المدني، وهذا سيخفض المبالغ التي على عاتق الحكومة إلى ما يقرب من النصف، وهذا إجراء مهم جدا وأعتقد أنها بصدده. طيب ما هي الخطوات الأخرى التي يمكن للحكومة القيام بها الآن لتعزيز قدراتها المالية، تعزيز قدرتها على إنعاش الوضع الاقتصادي في البلاد، وهي تخوض هذه المعركة مع الانقلابيين؟ معركة اليوم في والتي أشرت إليها في البداية، معركة الساحل الغربي، وكذلك المعركة التي تدور في شرق البلاد وفي شبوة تحديدا، أعتقد أن الخطوتين يعني في طريق الحسم العسكري وكذلك الاقتصادي. ميناء الحديدة يشكل رافد هام جدا للانقلابيين، وبالتالي إذا ما تم
السيطرة على ميناء الحديدة أو تحويل خطوط الملاحة من الحديدة إلى عدن، فإن الحكومة ستستطيع أن توفر موردا هاما من الموارد التي يعني تصل أكثر من 50 مليار ريال في العام الواحد ميناء الحديدة، وكذلك تأمين خط النفط من مأرب إلى شبوة، معركتين على الأرض هما معركتان سياسيتان وعسكريتان وكذلك اقتصاديتان، وللشأن الاقتصادي فيهما يعني شأن كبير جدا، لأنك ترى أن المعركة محتدمة في الساحل حيث أماكن التهريب تهريب السلاح، وكذلك وصول الإمدادات المادية وكذلك السفن والنفط المشترى والمشتقات، والطريق الآخر وهو طريق هام جدا بالنسبة للميليشيات التي تريد أن تقطع الطريق أو الشريان الاقتصادي الهام بالنسبة للحكومة، والحكومة تريد أن تؤمنه بالنسبة لها. طيب أرجو أن تتفضل بالبقاء معنا أستاذ محمد، ينضم لنا للنقاش في هذه الحلقة الخبير الاقتصادي علي الوافي من إسطنبول. مساء الخير أستاذ علي. أهلا، مساء النور أستاذ علي. يعني استعادة الدولة اقتصاديا، كذلك إنعاش حركة الاقتصاد والدورة المالية للاقتصاد، هل يمكن عمل هذه الخطوات الآن بعد ما تحدث عنه رئيس الوزراء من انفراج لأزمة السيولة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، شكرا لكم. بالتأكيد أن هناك حاجة شديدة لاستعادة التعافي الاقتصادي للدولة، مثلما أن هناك حاجة لاستعادة الأوضاع السياسية وغيرها، وعسكريا وأمنيا، وهذا هو الذي ينبغي على الحكومة أن يستقر رأيها وعملها في هذه المرحلة، وأن تكون متواجدة لتدير الشأن اليومي الاقتصادي والإداري مثل ما هي تدير الشأن السياسي والأمني والعسكري. طيب إذا ما افترضنا الآن أن هناك ميزانية رواتب بشكل أساسي تحتاج ل 75 مليار ريال شهريا، المطبوع الآن حوالي 400 مليار ريال، وما تم تسلمه هو 200 مليار ريال، كيف يمكن إنعاش الدورة المالية حتى لا يحدث نوع من أنواع التضخم بشكل أو بآخر؟ هذا السؤال وجيه. الأمر هو يعني نقول الأزمة الحالية صحواها أو جوهرها، طبعا غير أنه وضع دولة استعادة دولة، لكن جوهر في هذه اللحظة هناك كان أزمة سيولة بالنسبة للريال، أزمة حادة بالسيولة لعدم توفرها لأنها أصبحت خارج الإطار المصرفي، خارج النظام المصرفي معظم السيولة، وكما أشار محافظ البنك السابق أو الحالي في حدود 1.3 من عشرة تريليون ريال. الوجه الآخر للأزمة أزمة إيرادات حادة أيضا. أصبحت الدولة ليس لديها إيرادات وليست هناك سيولة نقدية أيضا. أزمة السيولة جزئيا تم حلها عبر من خلال طبع كما أشار 400 مليار ريال، وأن الدفعة الأولى وصلت منها. الرواتب كما أشرت هي 75 مليار ريال، طبعا بعد الاستقطاعات الضريبية حوالي 6 مليار ريال، بعد استقطاعات أخرى التي ربما كان إذا في عملية إصلاح، لكن هناك الآن الوضع لا يعطي الفرصة لعمل إصلاحات في الجانب المالي في إطار كشوفات الرواتب سواء في السلكين المدني أو العسكري. فلا، فإذا قلنا 70-60 مليار ريال، ممكن تكون حتى أقل من 70 في الشهر الأول. الدولة بحاجة والحكومة، الحكومة بحاجة، نقصد الحكومة الشرعية، لمعظم هذه المبالغ من الأوراق البنكنوت الجديدة التي وصلت. في الشهر القادم ينبغي أن الحكومة تكون حصلت من أداءاتها بتواجدها وإدارتها للشأن اليومي وبتنمية مواردها الذاتية، وأن يكون حاجتها لتغطية الرواتب والأجور إلى جانب الخدمات الأساسية وأيضا عملية التشغيل للأجهزة الحكومية. ينبغي أن تكون حققت قدر من الإيرادات الذاتية، ولا تحتاج إلى 60 أو 70 مليار من هذه 400 مليار التي تطبع أو طبعت.
ربما هي تكون محتاجة إلى 30-40 مليار، 30-40 مليار أخرى وفرتها إيرادات من الإيرادات الجمركية والضريبية والرسوم المختلفة، ثم تأتي استئناف عملية استخراج وتصدير النفط، وهو مورد أساسي كان يشكل قبل الحرب ما بين 60-70% على الأقل من الإيرادات العامة للدولة. ينبغي أن تركز الحكومة على هذا الأمر، وبحيث لا تمر شهرين أو ثلاثة إلا وأصبحت معظم النفقات العامة وخاصة نفقات الأجور المرتبات والتشغيل والخدمات الأساسية تغطى من إيرادات فعلية، فلا تحتاج إلى تغطية النقص إلا إلى 10-20 مليار بالشهر ربما من هذه الأوراق الجديدة أو الإصدار النقدي الجديد. وهنا يعني طبعا العملية تؤخذ بصورة متكاملة، ليس فقط مجرد توفير السيولة أو حتى الإيرادات، لأن لابد من المنظومة الحكومية كمنظومة متكاملة لابد أن تعمل وأن تتضافر الجهود بشكل أو بآخر حتى تدور الدورة الاقتصادية والدورة المعيشية للناس، وتستعد العافية شيئا فشيئا. هذا الأمر يتطلب أولا يتطلب أن تصبح عدن كعاصمة مؤقتة عاصمة قابلة للحياة الرسمية فعلا، أن يكون تواجد الحكومة بكل هيئاتها تواجد حقيقي فعلي ومستمر دائم، وأن تنتهي مسألة الاغتراب بالنسبة للحكومة، لأن طيب. هناك الآن الأرض معظم الأرض محررة، ويبقى مش معقول أن يمر أكثر من 15 شهر وعدن منذ تحرير عدن وكثير من المناطق خاصة في الجنوب، وليست هناك حالة نسبية حالة من الاستقرار الأمني النسبي. لابد أن يكون هناك قدر من الاستقرار الأمني، لابد أن تتوفر الخدمات الأساسية، وليس من المعقول أن تعتمد الحكومة الشرعية بدرجة أساسية في موادها المالية على الخارج بدرجة كبيرة، لأن هذا فشل كبير. وفي حالة عدم استدامة هذه الموارد الخارجية معنى هذا انهيار كامل للشرعية. هذه الأشياء ينبغي أن تؤخذ بعين الاعتبار، وأن تركز الحكومة على تحقيق هذا الاستقرار أو التعافي الاقتصادي خلال 4-6 أشهر. وهذه الأوراق هذا الإصدار النقدي الجديد المتمثل ب 400 مليار ريال يكفي لمساعدتها في إدارة الشأن العام لما لا يقل عن 6 أشهر، بجانب طبعا توفر إيرادات ذاتية من خلال كما قلنا استعادة عمل المنظومة الحكومية بشكل متكامل. طيب أستاذ علي، إذا ما يعني تعافى الوضع الاقتصادي والسعادة المودعين الثقة بالحكومة وبالدولة بالنظام المالي للدولة، هل سيتأثر سعر العملة سعر صرف العملة بحكم وجود أوراق نقدية جديدة أم لا؟ جميل. شوف، الأصل أنه عندما تعمل إصدار نقدي جديد دون أن تكون يعني كتلة نقدية جديدة دون أن تقابلها كتلة إنتاجية، ما عاد فيش حكاية تغطية بالذهب أو المعادن الأخرى أو العملة الصعبة، التغطية إنتاجية، عندك زيادة في الإنتاج بالتالي زيادة في الأوراق النقدية حتى يستقر عملية العرض والطلب في السوق. هذا الأمر بالضرورة يؤدي إلى تضخم، إلى انخفاض قيمة العملة المحلية. هناك صعوبة كبيرة في توقع إلى أي مدى يمكن أن يكون التأثير، لأنه المعلومات غير متوفرة عن كثير من مفردات العملية الاقتصادية اليوم، وغير دقيقة وغير واضحة. لكن ثقة الناس الآن معظم السبب الرئيسي لغياب السيولة أو نقص السيولة لدى البنوك لدى النظام المصرفي هو غياب الثقة. بدأ غياب الثقة من عدم ترحيل العملات الصعبة اللي تملكها البنوك التجارية إلى الخارج لتغطية التزاماتها في الخارج،
بدأت المشكلة هنا. بدأ الناس الشركات والتجار يوفروا العملة الصعبة بطرق أخرى خارج إطار النظام المصرفي. بدأ وهكذا يعني أخذت المشكلة تكبر. فهذه المشكلة أيضا عشان الآن تتضاءل. استعادة الثقة يبدأ من ممارسة الحكومة لمهامها الأساسية. مهامها الأساسية انتظام الرواتب والأجور. انتظام الرواتب والأجور للموظفين وللعسكريين والأمنيين يتطلب سيولة، توفرت قدر من السيولة، يتطلب إيرادات ذاتية متنامية متزايدة. الإيرادة المتنامية هذه تتطلب حكومة، استقرار، إدارة يومية وضبط للأمور. هنا يبدأ الجميع يشعر بالثقة، المواطن، التاجر، المستثمر، وستعود تبدأ الأموال تعود إلى النظام المصرفي اللي غادرت منه. إذن أشكرك الأستاذ علي الوافي الخبير الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من إسطنبول، وأعود إلى الأستاذ محمد الجماعي. أستاذ محمد، في حال ما قام من يمتلك السيولة النقدية ومن منعها عن النظام المالي للدولة الآن، قام بضخ هذه الأموال في هذه اللحظات مع ورود أو مع توريد 200 مليار ريال يمني كأوراق بنكنوت، ما الذي سيحدث في بالنسبة لسعر الصرف وبالنسبة للاقتصاد؟ تقصد أن هناك يعني أطراف ستضخ أموال للسوق مثلا؟ نعم، إن حدث ذلك خلال الأيام القادمة. يعني لو كنت سألت السؤال بالمقلوب ربما كانت هناك ستكون يعني الإشكالية أوضح، وهو ماذا لو الذين سحبوا العملة في السابق يعني يواجهونها، أو هذا ما يطرح الآن أن هناك خوف من سحب العملة الجديدة ويعني إخفاها مثل ما قال الأستاذ الكبير علي الوافي، يعني إخراجها عن الجهاز المصرفي لكي لا تدور فيه الجهاز المصرفي للدولة. والإجابة على الشق الثاني الذي يعني أنا طرحته هو مسألة سحب الموضوع، لنبدأ بذلك. يمكن القول نعم، ماذا تقول؟ نعم، لنبدأ بالإجابة على ذلك. نعم نعم، يعني الإجابة على هذا هو النقطة الأخيرة التي ذكرها الأستاذ علي الوافي تحديدا، وهي أن الأموال ليست فقط عند الحوثيين، وربما الأموال التي لديهم وسحبوها هي بالعملة الصعبة وودائع، وبدأوا بتبييضها في السوق بأعمال واستثمارات أخرى، لكن الخشية هي أن لا تعود الثقة للمواطن أو التاجر الذي هو يخبئ الأموال في بيته الآن، ولم تعد لديه ثقة لا بالبنوك المحلية والتجارية والإسلامية ولا بالبنك المركزي. الجواب على هذا هو أن الحكومة إذا عززت ثقتها فستعود الأموال وتدخل مرة أخرى إلى البنك وتخرج منه، وتعود الدورة المصرفية كما هي. لكن ما إذا كان هناك من يعني هو مستعد لضخ أموال؟ الريال اليمني وزنه بين العملات الأخرى يعني لا يكاد يعني يذكر، ويعمل له هذا الحساب بأنه يريد أن تقل قيمة العملة إذا ما توفرت يعني عوم هذا عومة العملة في السوق ويعني أغرقت، لا يمكن الخوف أكثر مما لو سحبت، يعني لا يوجد خوف من هذا المجال. ولو كان لديه الاستعداد ليضخ إلى السوق كان ضخها في الفترة التي أحرجته فيها الحكومة وسحبت البساط من تحته عندما نقلت البنك المركزي ولم يستطع الإصمت حتى نصف شهر ليسلم الرواتب لموظفي صنعاء على الأقل، أو حتى من ينتسب إليه من ميليشيات وغيرها. طيب يعني في بداية لم تشهد محافظة مثل ما شهدت صنعاء من أعمال احتياجية، وفي أعظم أكبر المؤسسات الإيرادية في اليمن الاتصالات، ولا تزال المشكلات حتى الآن، وقضايا جنائية، وكذلك اليمنية ووزارة المالية نفسها، وكثير من المؤسسات وهي الطيران والمدني والإرصاد، كل معظم المؤسسات خرج أصحابها ونفذوا وقفات احتجاجية مطالبة بالرواتب. فلو كان لديه الاستعداد كان سيغطي بجزء مما نهبه للشارع، لإسكات الشارع. طيب الآن هذه الثقة الموجودة يعني المحاولة بناء الثقة من قبل الحكومة التي يجب أن تستمر خلال هذه الأيام بالتزامن مع ضخ هذه السيولة، هل يمكن أن ينغصها بشكل أو بآخر
أو هل هناك مخاوف من فقدان من قيمة العملة اليمنية مقابل العملة الأجنبية؟ أعتقد أن التساؤل بهذا الموضوع يعني سابق لأوانه، وتخوف يعني درجته أقل من درجات التخوف الأخرى، وهي أن لا تحصل هذه الثقة. العملة الآن في أدنى مستوياتها، الدولار مقابل 310 ريال يمني، يعني ماذا تتوقع من تدني أكبر من هذا الموجود الآن؟ لكن ماذا لو احتفظ المواطن مرة أخرى بأمواله وحجب الثقة عن الحكومة مرة أخرى، مثل ما حجبها عن بن همام؟ بن همام رجل اقتصادي كبير، وكانت موارد الدولة كلها تذهب إلى صنعاء، حتى من الحكومة من المناطق المحررة كلها تذهب إلى صنعاء. لماذا فشل بن همام؟ حجب المواطن عنه الثقة وسحب الأموال، بل لم يسحبها كليا، إنما ذهب لئلا يتعامل مع الحكومة مرة أخرى، وبدأ بخزن الأموال في المخازن الخاصة به. لذلك الهم الأكبر هنا الآن هو ماذا لو حجبت الثقة عن الحكومة، وليس ماذا لو تدنت أسعار العملة. طيب بسؤال أخير أستاذ محمد، في حال حدث ذلك ما هي الخيارات أمام الحكومة لتعزيز قيمة العملة؟ القصد في حال لم يتجاوب الناس ولم يضخوا عملة يمنية في السوق، ما هي الخيارات المتوفرة لديها؟ الخيارات المتوفرة طبعا العملة، تأمين العملة يحتاج إلى احتياطي نقدي، وأيضا يعني موارد حقيقية تعود إلى خزينة الدولة مثل ما ذكر الأستاذ علي، وهذه تشكل الآن عقبة كأود أمام الحكومة. ولكن أعتقد أن اليأس من أن تعود الثقة ليس له محل هنا الآن، لأن الحكومة وتيرتها متسارعة في هذا الموضوع، رغم أنها تواجه يعني عقبات دولية ويعني ضغوطات خارجية، لكنها استطاعت أن تصل إلى هذا المستوى، وهذا نجاح كبير جدا، وبالتالي ستستطيع أن تعزز الموارد من خلال الموانئ وطرق الملاحة البحرية والبرية والجوية، تأمين مطار عدن كمطار رئيسي للبلاد ومطار سيئون الآن، وفتح الطرق الأخرى والعمليات العسكرية التي الآن تستهدف تنظيف البحر الأحمر من طرق التهريب، هو أيضا له دور في هذا المجال. إذا أشكرك جزيل الشكر الصحفي الاقتصادي محمد الجماعي، كنت معنا عبر الهاتف من عدن. وأرحب مشاهدينا الكرام بالمحلل السياسي الأستاذ عبد الناصر المودع، ينضم لنا من عمان. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. مساء الخير أستاذ عبد الناصر. إذا ما تحدثنا معك عن قراءة سياسية لطبيعة الوضع الاقتصادي والمعركة العسكرية التي تدور في اللحظة الراهنة، كيف تقرأها أنت الآن؟ يعني الوضع الاقتصادي، إن كنت تقصد وصول السيولة النقدية إلى الحكومة الذي أعلن عنه يوم أمس، هذا يعتبر انفراجة على الأقل من حيث الشكل لأزمة مستفحلة، وأظنها أزمة ستبقى مزمنة، لأن المشكلة هي ليست في الأوراق النقدية. الأوراق النقدية كانت شكلت أزمة حقيقية إن لم يمتلك البنك المركزي سيولة، ولكن هناك مشكلة إن كانت هذه المبالغ لا يوجد لها الغطاء الكافي من العملة الصعبة. هذا الأمر سيؤدي إلى زيادة المعروض من النقد، وينعكس ذلك على شكل تضخم في الأسعار داخليا وانخفاض في سعر العملة أمام العملات الأجنبية، واستمرار الحال على هذا الشكل سيؤدي إلى بعد فترة قصيرة إما تلجأ الحكومة إلى أن تطبع من جديد أوراق نقدية جديدة بنفس الآلية وبنفس النتائج، أو أن تحدث أزمة سيولة جديدة ونعود إلى نقطة الصفر، لأن المشكلة الأصلية على المستوى الاقتصادي ليست بعيدة عن الحل، والتي تتمثل في نقص الموارد الرئيسية للدولة، وتحديدا من النفط والغاز، حيث ما ينتج حاليا من هاتين المادتين لا يتجاوز 20% على أفضل تقدير عن ما كان عليه في عام 2014. طيب بربط ذلك أستاذ عبد الناصر بما يحدث من يعني بحاجة الحكومة لثقة المواطنين، والتي تحاول تعزيزها عبر
نوع من استتباب الأمن ووجودها في المناطق المحررة مثل عدن ومأرب وغيرها، وكذلك عبر العمليات العسكرية الجديدة والمعارك والانتصارات التي تشهدها جبهات كثيرة مثل صعدة وتعز اليوم في ذباب مثلا. كيف يمكن قراءة المشهد وفقا لذلك؟ يعني حاليا المعارك التي بتحدث في أكثر من جبهة لا نستطيع أن نحكم عليها إلا بعد أن يكون هناك تطورات حقيقية على الأرض، لأن الكثير من هذه العمليات حدثت في الماضي منذ على الأقل سنة ونصف، وسمعنا عن عمليات لتحرير هذه المنطقة أو تلك، ولكن النتيجة أن لم يحدث إلا عمليات، أولا بعضها كان ذات طابع تكتيكي لم يغير كثيرا من المعادلة على الأرض، إضافة إلى ذلك بعض هذه العمليات أخفقت الحكومة وقوات الشرعية مع ما يسمى بقوات المقاومة من أن تثبت بعض الانتصارات، ولهذا من المبكر جدا الحكم على نتائج هذه العمليات العسكرية حتى يكون هناك نتيجة واضحة نستطيع البناء عليها. يعني أنت برأيك تفضل. أستاذ عبد الناصر، يعني برأيك أن تقترح أن الغياب الفعالية أو غياب وجود حل سياسي أو فعالية في المشهد السياسي يدفع إلى توجيه الأنظار إلى ما يحدث في الأرض، لكن هذا ما يحدث في الأرض ليس استراتيجيا على المدى البعيد بالنسبة لمعركة استعادة الدولة؟ صحيح. أولا من الناحية العددية والفنية، عندما يتحدث البعض عن عملية تحرير الساحل أو على الأقل الساحل الجنوبي للبحر الأحمر من المخا إلى باب المندب، والأخبار تتحدث عن 4000 من الجنود، جزء كبير من هؤلاء الجنود ينتمون إلى المناطق الجنوبية أو معظمهم ينتمي إلى المناطق الجنوبية، ونعرف أن الحركة الانفصالية والثقافة الانفصالية رسخت لدى الكثيرين في هذه المناطق من أن معركتهم فقط تقتصر على المناطق الجنوبية، وبالتالي أولا من حيث نوعية هذه القوات ليست مؤهلة لأن تقوم بعمل مثل هذا، إضافة إلى ذلك 4000 5000 أو يزيد أو ينقص عن هذا الرقم لا يمكن له أن يحرز تقدم حقيقي في هذه الجبهة التي هي جبهة وعرة وصعبة، وللطرف الآخر وجود راسخ في هذه المنطقة يعرفها جيدا، وفي نفس الوقت هي منطقة شبه خالية من السكان، وبالتالي نعرف أن المناطق القليلة العدد من السكان هي في صالح الطرف الآخر، صالح والحوثي لما يمتلكوه من معدات ثقيلة تعطيهم ميزة نسبية مقارنة بالقوات الأخرى. لهذه الأسباب لا نستطيع أن نقول بأن هذه العملية هي عملية اختراق استراتيجي، عملية لها مدلولات رمزية كونها تتم في منطقة حيوية وهي باب المندب. أيضا هذه العملية إن استطاعت أن ترسخ واقع على الأقل في هذه المنطقة سيكون لها فقط قيمة رمزية، ولكن لا نستطيع أن نقول أنها قيمة استراتيجية، لأنها حتى لو سيطرت القوات الشرعية والتابعين لها على هذه المنطقة لن يغير في ميزان القوى لا الاقتصادي ولا العسكري ولا السياسي. إذن أشكرك المحلل السياسي أستاذ عبد الناصر المودع، كنت معنا عبر الهاتف من عمان. ينضم لنا مشاهدينا الكرام الناشط السياسي الأستاذ محمد عبد الرحيم السامعي من برلين. مساء الخير أستاذ محمد. نعم مساء النور. أهلا بك أستاذ محمد. تحدثت في كتابات لك عن معركة مالية وعسكرية أيضا تخوضها الشرعية ضد الانقلاب، ما هي شواهد هذه المعركة؟ كيف تديرها الحكومة الشرعية برأيك؟ نعم مساء الخير أولا لك وللمشاهدين الكرام. الحكومة والجيش الوطني يخوضان هذه المعركة الآن بإدراك متأخر.
يعني لكنه إدراك جيد، يعني إدراك بأبعاد المعركة، الأبعاد الجديدة التي طرأت الآن على المعركة مع الإنقلابيين. اسمح لي في البداية أن ألخص يعني كيف استنتجت هذه القراءة. تفضل. منذ بداية الحرب في مارس 2015 طرأت تحولات كبرى على مستوى الموقف الدولي وتقييمه لطبيعة المشكلة اليمنية. عندما بدأت الحرب كان هناك شبه إجماع دولي على في خصوص اليمن، وقد يعني تم التعبير عن هذا الإجماع من خلال القرار 2216، لكن مع مرور الوقت تراجع هذا الإجماع، ولمس اليمنيون خلل كبير في تعريف المجتمع الدولي للمشكلة اليمنية، وتحول القرار 2216 من قرار إلزامي صادر تحت الفصل السابع إلى ورقة مساومات وموائمات سياسية ظهرت مؤخرا من خلال المبادرة العجيبة التي أطلقها ولد الشيخ، وهي مبادرة لم تعالج المشكلة اليمنية بوصفها انقلاب يعني حدث في وضح النهار على خيارات اليمنيين، إنما حاولت هذه المبادرة أن تعالج شكليات وتعيد توزيع السلطة على أسس غريبة لا علاقة لها بالانقلاب وبالقرار 2016. بالتالي جاء الإدراك الآن مؤخرا من قبل التحالف والحكومة، أدرك التحولات التي طرأ الآن في الموقف العام، و برأيي تم التحرك في هذا الاتجاه بأنه لا يمكن حاليا حسم معركة صنعاء عسكريا لعدة أسباب، أهمها أن المجتمع الموجود الآن داخل صنعاء هو مجتمع انخرط في نشاط اقتصادي، ويعني طبعا لعقود كثيرة لا علاقة له بالحوثي بشكل مباشر، ولكن مؤخرا بعد دخول الحوثي إلى صنعاء تعايش هذا المجتمع مع الحوثي، بالتالي لا يمكن أن يصبح هذا المجتمع حاضنا للمقاومة. وأنا لا أتحدث عن أهل صنعاء، إنما أتحدث عن كل من يسكن صنعاء وهم كل اليمنيون الآن، وهذا ليس المطلوب منهم أن يحمل السلاح، لكن أنا أشخص الواقع بأنه لا يمكن أن تحدث معركة داخل شوارع وأزقة صنعاء على غير ما حدث في عدن مثلا. بالتالي هذه القراءة ربما يعني أنا قراءتي الشخصية الواضحة أنه الحكومة الآن تخوض معركة متوازية على مستوى النقاط وليس الضربة القاضية، وهذا يعني بأنه تتم الآن معركة بالتوازي، معركة المال ومعركة السلاح، وهذا ما اتضح الآن مؤخرا في الأيام الأخيرة، حيث أنه بعد قرار نقل البنك المركزي من صنعاء إلى عدن تم طبع عملة جديدة، الحكومة الآن تنوي أن تمارس دورها الحقيقي كحكومة بتسليم الرواتب للناس، وعن طريق الآن المعركة العسكرية مؤخرا على الساحل الغربي، هذا يعني قطع الشريان الرئيسي على الميليشيات الإنقلابية. بالتالي إذا نجحت الحكومة بهذه التركيبة الجديدة للمعركة، وهي تركيبة لم تكن حاضرة في أذهاننا فيما سبق، كان الكل مركز على نهم، الكل مركز على دخول صنعاء بقوات السلاح، لكن الآن تغيرت طبيعة المعركة، أصبح هناك يعني كما يقال بالعامية أصبح الآن هناك طبخة على نار هادية، هذه الطبخة تستهدف يعني قطع الحياة، قطع الأكسجين على الميليشيات الإنقلابية، وهو لا. المال والسلاح، لأنه بدون مال وسلاح لن تستطيع هذه الميليشيا لن تستطيع الاستمرار، ليس لديها نظرية سياسية، ليس لديها برنامج اقتصادي تستطيع إقناع المجتمع به، بالتالي هذه هي الاستراتيجية برأيي أنا الشخصي التي تتحرك وفقها الحكومة. طيب أستاذ محمد، وكيل وزارة المالية اليمنية حسين الشريف في تصريحات إعلامية تحدث على أن طبع الأوراق النقدية في روسيا هو تأكيد على اعتراف موسكو بالشرعية اليمنية، وهو أيضا تطبيق لقرارات مجلس الأمن الدولي بخصوص اليمن ووقوف لموسكو مع الشرعية اليمنية. الآن ما الذي يجب على الشرعية والقوى الوطنية أن تقوم به من الناحية السياسية بشكل موازي للعمل الاقتصادي والعمل العسكري على الأرض؟ برأيي التقاط هذه الفرصة، الحكومة أضاعت وقت كبير جدا، يعني أولا يجب على الحكومة أولا أن تركز على الجانب الاقتصادي في المناطق المحررة والتركيز على الجانب العسكري في المناطق الغير محررة. نحن الآن لا نريد إطالة، يعني نرجو الآن أن لا تتحول معركة الساحل الغربي إلى معركة بالتقسيط ويطول الوقت ثم ننسى ما الذي يحدث كما حدث من قبل. بالمناسبة قصة ذباب وقصة المخا قصة مكررة حدثت في العامين الماضيين أكثر من 4 مرات تقريبا. إذا تكرر هذا السيناريو الآن للمرة الرابعة أو الخامسة، هذا يعني أنه لدينا تضخم اقتصادي قادم، رغم أنه تم ضخ أموال جديدة ولدينا المزيد من الجرحى، رغم أنه يتم الآن معالجة الجرحى. بالتالي نحن لا نريد لهذه المشكلة أن تتوسع وتكبر، نريد للحكومة أن تسيطر على ما تحت يديها الآن
من مناطق محررة ونريدها أن تركز على المناطق الغير محررة. بالنسبة لسؤالك حول اعتراف موسكو بالحكومة الشرعية، أنا لست خبيرا اقتصاديا، لكن حسب ما ورد إلي من معلومات أن المسألة هي لها علاقة بالمناقصات، يعني هي المناقصة رست على الشركة الروسية، ولا أعتقد بأن الموضوع قرارا سياسيا من موسكو بطبع الأموال لصالح اليمن. هذا ما وصلني أيضا من معلومات، لكن إن كان الموضوع اعترافا روسيا بالحكومة الشرعية فهذا جيد، هذا أيضا ليس جديدا. موسكو أصلا تعترف بالرئيس عبد الرب منصور هادي، مواقفها الأخيرة المتضاربة حول الحوثي كان ضمن اللعبة الإقليمية الكبرى، كان عبارة عن مساومات لها علاقة غير مباشرة باليمن، كان لها علاقة بسوريا والعراق. بالتالي إن كان هذا اعترافا سياسيا من موسكو فيجب على الحكومة أن تلتقطه ويجب أن تشتغل عليه. إذن أشكرك ناشط السياسي محمد عبد الرحيم السامعي، كنت معنا عبر الهاتف من برلين في ألمانيا. بهذا مشاهدين الكرام نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الحلقة، أشكركم على حسن المتابعة والإصغاء. تقبلوا تحياتي أنا وجيه السمان وتحيات الزملاء منصور النقاش ومحمد المقبلي وجميع أفراد الطاقم الفني. إلى اللقاء.